خلصت توجيهي لكن محتار شو بدك تدرس؟ بتدور على تخصص فيه فن وإبداع؟ الجامعة الأمريكية في مادبا فتحت تخصص جديد ومميز لحتى يلبي احتياجات سوق العمل واهتماماتك كمان، وهو التصميم والتواصل البصري. وهذا التخصص بضم صناعة أفلام عشان تصير مخرج سينمائي أو تلفزيوني أو فنان مؤثرات بصرية، الرسوم المتحركة عشان تقدر تعمل أفلام وألعاب فيديو، برنامج الوسائط المتعددة الرقمية حتى تقدر تصمم مواقع إلكترونية وتطبيقات في كل المجالات، لأن العالم صار عالم رقمي. التصميم الجرافيكي، عدلنا برنامجنا وصار برنامج بتلاقي مع متطلبات العصر. ودائما اتذكر لازم تكون الهدف الأول لأكبر المؤسسات، ميز نفسك وميز مستقبلك.